نروح للموضوع المفترض هو الاكثر اهميه الحقيقه بتاع 2025 ومشاركه اعلان المغرب ان كاس افريقيا هتبقى في 2025 في شهر يونيو ويوليو. هم قالوا كده النهارده وبداوا يتقبلوا التهاني على هذا الاعلان ان هي خلاص الاتحاد المغربي اعلن رسميا ان كاس الامم. بصوا بقى عشان انا بتكلم في ده من بدري من فبراير 24، ودي حاجه غريبه جدا، يعني انا ما ببقاش مصدق هذا التضارب في المواعيد، انه كاس الامم الافريقيه هتتلعب في صيف 25 في شهر وده اللي قاله الاتحاد المغربي، في شهر يونيو ويوليو، بين شهر يونيو ويوليو، وان كاس العالم للانديه، بص كاس الامم من كام؟ من 15 يونيو، من 15 يونيو ل 15 يوليو او ل 14 يوليو، وكاس العالم للانديه من 15 يونيو ل 13 يوليو، ودي حاجه غريبه جدا، يعني حاجه غريبه جدا جدا جدا، يعني الاتحادات دي بتعلن ده ازاي؟ انا ما اعرفش، يعني حتى المغرب نفسه عنده انديه مشاركه في كاس العالم للانديه، بس المغرب من الدول اللي ما اعرفش هل هيتاثر بمشاركه الوداد، وما عندهم محترفين كتير، يعني هو ما عندوش مشكله يمكن بمشاركه الوداد في كاس العالم للانديه في نفس الوقت كاس امم افريقيا، انا ما اعرفش، لكن احنا هيبقى عندنا ازمه كبيره جدا ليه، ده بيان عن الركراكي والمواعيد بتاعت كاس الامم، وان الركراكي مستمر المدير الفني. انما هم الاهلي عنصر اساسي للمنتخب، رافد اساسي للمنتخب، تعال نشوف اخر ماتشات للمنتخب، حارس مرمى النادي الاهلي الشناوي، محمد هاني باك رايت النادي الاهلي، محمد عبد المنعم ظهير النادي الاهلي، كان ياسر ابراهيم موجود ظهير النادي الاهلي، كان عمر كمال عبد الواحد موجود ظهير النادي الاهلي، مروان عطيه موجود لاعب خط نص النادي الاهلي، عندك امام عاشور موجود لاعب خط نص النادي الاهلي، عندك محمود كهربا موجود مهاجم النادي الاهلي، 8 في قائمة منتخب مصر منهم على الأقل 6 أساسيين من نادي الأهلي. طب النادي الأهلي هيشارك رسميا في كأس العالم للأندية التي أعلن عن موعدها من نص يوليو من يونيو ل 13 يوليو، من 15 يونيو ل 13 يوليو، اللي هي فيها 32 فريق من كل قارات العالم، 12 من اوروبا و6 من امريكا الجنوبيه و4 من افريقيا و4 من اسيا و4 من امريكا الشماليه وفريق من اوقيانوسيا الى جانب البلد المستضيف اللي هو فريق امريكاني، يعني امم افريقيا من 15 يونيو ل 15 يوليو في الصيف، والجو في المغرب في الصيف افضل، مش هيلعبوها في الشتاء زي ما بتتلعب في الدول الحاره في كوت ديفوار في الشتاء، ورغم كده الناس كانت حاسه بالرطوبه والحراره، لكن المغرب قال لك انا هلعبها في الصيف. طب الموضوع ده هيتحل ازاي؟ محدش عارف ازاي النادي الاهلي هيلعب في كاس العالم للانديه وعنده لعيبه تلعب في كاس الامم الافريقيه، مش عارف. هل الاتحاد الدولي هيأجل انطلاق مثلا كاس العالم لغايه ما تخلص كاس الامم؟ ما اعرفش. طب وهل الانديه الاوروبيه هتسمح؟ ما دي قصه تانية. خد بالك انت لما تشوف حتى الانديه الاوروبيه المشاركه في البطوله دي، في انديه وفق التصنيف حسمت، يعني زي تشيلسي زي ريال مدريد زي مانشستر سيتي وزي دي ابطال اوروبا في الاربع سنين الاخيره، عندك انديه وفق التصنيف بتاعهم زي بايرن ميونخ باريس سان جيرمان انتر ميلان بورتو
بورتو وبنفيكا بالبرتغال، كل دي انديه حسمت، وزي عندنا كده الاهلي حسم، الوداد حسم اللي هم ابطال اخر 4 بطولات، عندك الهلال السعودي حسم، عندك اوراوا الياباني حسم، بالميراس البرازيلي حسم، وفلامينجو فلومينينسي كل دي، ومونتيري في امريكا الشماليه، وسياتل وكلوب ليون واوكلاند سيتي في اوكيانوسيا، كل دي انديه حسمت خلاص المشاركه في كاس العالم اللي هي السنه الجايه للانديه. هل في اوروبا هيقبلوا اللي تتلعب كاس امم افريقيا من نص 6 لنص 7، وبعدين يتلعب كاس العالم للانديه من نص 7 لنص 8، واللعيبه بتاعتهم كده تتلطش بدون راحه، ويبقى مخلصين دورياتهم مثلا اخر شهر 5، وبعدين يلعبوا كاس العالم للانديه من نص 7؟ مستحيل مستحيل، ما هو مستحيل. والانديه الافارقه واللعيبه الافارقه بتاعتهم اللي هي يعني زي تشيلسي عنده لعيبه افارقه، زي الجاكسون السنغالي ده مثلا، ما هو في السن بيلعب في 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 تشيلسي وبيلعب في منتخب السنغال، هل هيسيبوه يلعب كاس امم افريقيه ويسيبوه بعديها يلعب كاس العالم للانديه وبعدين يلحم في الدوري الانجليزي؟ مستحيل. الخناقه دي هتتفض ازاي؟ يعني الخناقه دي هتتفض ازاي؟ انا ماليش فيه، يكشي يولعوا كلهم مع بعض. انا بس سؤالي كيف سيتعامل النادي الاهلي مع هذا الموقف؟ قبل كده شفنا بس كانت اختلاف في مباراه، يعني الاهلي لعب اول مباراه في كاس العالم للانديه من غير نجومه اللي كانوا في مع كاس في كاس الامم، وكنا وصلنا فاينل، يعني ربنا كان معانا في البطوله دي مع كيروش ووصلنا فاينل. حتى البطوله دي مع الخيبان اللي مشي فيتوريا ما فيهاش كاس عالم للانديه، كان زمان اللعيبه مخلصه بدري وراحت الاهلي بدري واتمرنت، وكولر فرحان بيه، لو كانوا عاملين نفس القصه وقت كيروش يعني كان الخيبان ده بيخلص بسرعه، بيلم ورقه بسرعه بيروح فيتوريا ده، انما كيروش قعد للاخر. فالاهلي لعب كاس العالم للانديه اول مباراه بدون نجومه اللي كانوا مع منتخب مصر، ماشي، انما بطوله كامله في كاس العالم للانديه اللي في امريكا في اول صوره ليها او اول نسخه ليها بهذا الشكل بالارقام الفلوس اللي بنسمعها دي، يعني بطوله هتبقى ضخمه جدا. هتبقى هم عايزين يعملوا كاس عالم للانديه زي كاس العالم للكبار، الناس تستناه كل 4 سنين، والانديه تسعى للتاهل ليها كل سنه طحنه عشان يتاهلوا لكاس العالم للانديه، فيخلوها عزيزه جدا وليها مكانه عاليه جدا وتبقى بطوله قويه جدا بفلوس كتيره جدا. كيف سيتعامل النادي الاهلي؟ ما شوف انا بقولش اتحاد الكره ازاي، بعتبره مش موجود. اه والله، يعني انا عن نفسي اهو ما بجيبش سيره اتحاد الكوره، مش عشان خاطر يعني متعفف او انا بجاملهم، لا مش الناس طيبين ويعني ورحم الله امرئ عارف قدر نفسه، يعني ده بيغرقش برميه، يعني لو قلت له هتعمل ايه في ماتش ود بيغرق مني، يعني بقعد بيروحوا بتطلع وبقعد اخبط له في ظهره عشان يفوق، واقعد احط له اكسجين وحاجات، فما بالك لما اقول له الحق، هو انت عارف ان كاس امم افريقيا السنه الجايه المغرب النهارده اعلنت من نص يونيو لنص يوليو، وانت عارف كمان ان كاس العالم للانديه امريكا والاتحاد الدولي اعلنوا ان هي من نص يونيو لنص يوليو نفس الوقت؟ هيقول لي بجد؟ اه والله، لو والله العظيم لو كلمت اتحاد الكوره دلوقتي هيقولوا لي كده بجد، انت بتهزر، كاس العالم نهون. نهون كاس العالم ده، نهون 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 فيهم. اقول له كاس العالم للانديه مش بتاعت اللي كان فيتوريا هيخرجنا منها، لا ده انا بتكلم للانديه. اه والله هتلاقي الناس مش، بس هل الاهلي هيفكر في الموضوع من بدري؟ وانا بقول الكلام ده احنا في فبراير 2024، قبلها بسنه واربع شهور اهو. كيف سيتعامل النادي الاهلي مع هذه، دي ازمه كبيره جدا جدا جدا، وكل الانديه اللي هتشارك في كاس العالم للانديه بتشارك وهي عايزه تحقق انجاز ضخم وتكسب، لان فعلا بطوله قويه. شفت الانديه اللي انا قلتها لكم مين؟
اللي هتشارك فيها مش اي حد، ده انت بتتكلم دي بطولة فيها بص تاني تشيلسي، ريال مدريد، مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان، انتر ميلان، بورتو، بنفيكا، دول اللي اتأهلوا حتى الان وضمنوا مشاركتهم عن اوروبا. عندك الاهلي والوداد من افريقيا ولسه هيستكملوا باتنين، يعني بطل البطولة دي واحد من المصنفين الاوائل اللي هي البطولة اللي احنا فيها دوري ابطال افريقيا. وعندك من اسيا الهلال السعودي، وعندك اوراوا الياباني، وعندك بالميراس في امريكا الجنوبية. شوف حجم الانديه واسمائها، وفلامينجو انديه تاريخيه، وفلومينينسي اللي كان مع الاهلي في كاس العالم اللي كسبنا اوانتا للاسف البطوله اللي فاتت. وعندك امريكا الشماليه مونتيري وسياتل وكلاب ليون، وعندك اوكلاند سيتي من اوقيانوسيا، غير اللي هيتاهلوا من بطولات السنه دي في نهايتها. بطوله بهذا الحجم وبهذا بهذه المكانه اللي بتبقى كاس العالم للانديه اللي زي كاس العالم للكبار، الناس هتستناها كل 4 سنين، بأرقام فلوس ضخمة جدا، بانتصارات ضخمة جدا، بنجوم العالم فيها جدا، كل دي أندية فيها نجوم عالم بقى. كيف سيتعامل الأهلي مع هذه الأزمة؟ أنا لو من الأهلي من دلوقتي أشكل لجنة ووفد يروح الفيفا، يروح الكاف، يروح يشوف يحل المشكلة دي. أنا بقول أهو اللهم بلغت، اللهم فاشهد.